احد النجوم النهارده واللي بيأدي اداء اكثر من رائع كابتن ميدو جابر، مجهود رائع ومميز، بتشتغل على نفسك بشكل كبير يا كابتن ميدو، بنتابع في التدريبات، بتشوف النهارده المباراه ازاي وادائك النهارده مع فريق نادي الاهلي ازاي؟ والله اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله احنا النهارده ادينا اللي علينا. ماتش كان مهم جدا ان احنا تعادلنا اول ماتش مع نادي الاسماعيلي. بطوله الدوري طبعا مهمه جدا، وفي كذا بطوله، بطوله عربيه وبطوله افريقيه وبطوله الكاس. احنا ان شاء الله بنركز ان احنا ان شاء الله باذن الله نوعد جمهور النادي الاهلي، احنا نساعده في جميع البطولات باذن الله. والماتش النهارده كان مهم جدا ان احنا نطلع بالمكسب، والحمد لله قدرنا نطلع بالمكسب. انا على المستوى الشخصي ببقى سعيد انا بشوف ميدو، لان انت بيبقى ليك اصرار ومجهود كبير بنشوفه في التدريبات يا كابتن ميدو، بتاخد فرصه واثنين وبتظهر بشكل مميز، بتشوف الكلام ده بيرجع ازاي، بتشتغل على نفسك ازاي، لان انت من الناس المجتهده جدا يا كابتن ميدو. ربنا يخليك، شكرا حبيبي. الحمد لله، والله انا قلت لك انا الحمد لله بشتغل على نفسي، الجهاز الفني بيكلمني كتير الفتره اللي فاتت، واللعيبه كلها بتشتغل، يعني اللعيبه كلها بتعمل مجهود كبير، ففي منافسه شريفه في الفرقه، وده بيساعدنا كلنا ان احنا نظهر بمستوى طيب ومستوى محترم، ان احنا نسعد جمهور النادي الاهلي كله. هدف الاسماعيلي بتشوف ان هو كان ليه نقطه تحول لفريق النادي الاهلي للعوده، والنهارده كمان كان باين ان في اصرار من اول دقيقه، هدف في الثاني، لكن في اصرار وتحدي كبير جدا يا كابتن ميدو. طبعا لا، الهدف جه في وقته، يعني احنا عادي اول سيزون ممكن يبقى في تعثر، في تعادل، انت بتعادل مع فريق كبير برضه نادي الاسماعيلي، بس جمهور النادي الاهلي، والنادي الاهلي معروف ان هو لازم اي بطوله بيلعب عليها بيلعب على البطوله نفسها، فان شاء الله الجمهور بيطالبنا طبعا المكسب دايما، واحنا ان شاء الله باذن الله نقعد الجمهور المكسب في جميع البطولات ان شاء الله. تلاحم كبير للمباريات، مباراه البطوله العربيه كمان، عندنا مباراه الترجي، بتشوف التلاحم ده ازاي، وكابتن مستر كارتيرون بيتكلم معاكوا ازاي في تلاحم المباريات ده كابتن؟ انا قلت لحضرتك الماتش ده كان مهم جدا، يعني ماتش مصر كان مهم جدا ان احنا نكسب الماتش ده، والحمد لله كسبناه. نركز ان شاء الله في ماتش النجمه، وبعدين ماتش الترجي ان شاء الله نحاول نكسبهم باذن الله، ونكسبهم ان شاء الله. ممكن تقول لكل جمهور النادي الاهلي كابتن ميدو خلال الفتره اللي جايه؟ لا، انا والله بشكر جمهور الاهلي ان هو ساندني انا الفتره اللي فاتت كتير جدا، واتكلموا معايا كتير جدا، وانا ان شاء الله بحاول اساعدهم ان شاء الله، والفريق كله طبعا، الجهاز الفني وكل الناس اللي في فريق الكوره في النادي الاهلي جميعا، بنحاول نسعد جمهور النادي الاهلي، وباذن الله هنسعدهم السنه دي ان شاء الله. شكرا. وانا سمير رمضان.